نحكي على فينال كأس تونس تتويج السي اس اس بمقابلة النهائي قدام مستقبل رياضي بالمرسى 2. بلاش نحكي على المقابلة هذه، معنا ضيوفنا في البلاتو اللاعب السابق لمستقبل المرسى، القائد السابق للفريق، وأيضا المدرب السابق للمستقبل عبد الكريم بوغري. عبد الكريم أهلا بك. أهلا بك ومرحبا بك ومرحبا بالخيان ومرحبا بمستمعي إكسبريس أف إم. مديت هذا اللي عندنا برشا ما شفناكش، رغم اللي صحيح كنت باني في المرسى لكن بعيد شوية على الميديا وعلى البلاتوات. صحيح بعيد شوية. اختيار منك أنت ولا شنو بالضبط؟ ولا شوية مني شوية، زاد كنت برا في عمان عملت عامين بعدت شوية الحق، وعملت عام راحة بعد مش عامين، زاد 3 سنين تالي كنت جوان زاد في المرسى، ومن بعد ارتحت عامين مع الكورونا وسنة رجعت مع المرسى. دونك نحكيو بأكثر تفاصيل بعد شوية. هذا معنا زوز ملاعبية لعبوا في صفة مشتركة بيناتهم، لعبوا في السي اس اس ولعبوا في مستقبل المرسى. كريم بن عمر أهلا بك. مرحبا سلام، مرحبا بالناس والأخيين اللي يسمعوا فينا. مرحبا بك أيضا معاوية القادري، معاوية أهلا بك. مرحبا، عايشك سلام على الاستضافة، مرحبا بعبد الكريم، عندنا برشا ماريناشو، مبروك اللي بلاد الصفاقسي كاس تونس، وأنا بحريكم باش نحكيو على الأجواء. دونك نبداو نحكيو على المقابلة الساعة، كيف ناخذوا مع عندكم بصفة عامة كلمة كلمة، كيفاش شفتوا الماتش؟ نبدا معك كريم. والله سيتين فينال، معناها كما يقولوا معناها الفينال تتربح والتيتر يتهز، ماناش باش نحكيو برشا معناها كورة، معناها ما شفناش مستوى كبير الحقيقة في الفينال بحكم معناها زوز جمعيات دخلوا بعد البريباراسيون فما شوية تعب، وزيد البريسيون تاع الفينال كما تعرف معناها ما سي با فاسيل اجيري، ما شفناش برشا كورة، لكن سي اس اس بالخبرة حتى بولاد صغار معناها وبحكم غياب اللي جوار اترونجي، لكن الخبره نتاع الفرق الكبرى يمكن لونتام نتاع الماتش هو اللي حكم في الفينال هذايا. لونتام كانت باهيه برشا من الوليدات نتاع سي اس اس، حتى من بعد مستقبل المرسى حب يرجع في الدوزيام ايتون وعمل لونتام دو دوزيام ايتون باهيه، لكن لقى معناها حارس كبير كيما ايمن دحمان اليوم يحط فريقه ويحط الملاعبية أليز أدور بريز كان موجود، وهذيك هي معناها الفينال تتهز. سي سيس في السنين الأخرى ظهر اللي هو عنده هوية الفريق الكبير حتى في ظل الصعوبات المادية ولا الانترديكسيون تاع ريكروتمون ولا المشاكل في صلب الفريق، اليوم معناها اكسبلوا كبير يظهر هوية النادي الصفاقسي وشخصية الفريق الكبير اليوم في ظل وجود 20 لاعب في القائمة متكونين في النادي من جملة 24 ملاعب، اليوم ساتيسفاكسيون كبيرة للولاد الصغار هذوما، عملوا انتام نتاع كارير باهية، حطوا لي زومبرانت نتاعهم، تاخذ تيتر 17 18 تبدا به كاريرك، سي تري امبورتون في الكارير نتاعك، مبروك للنادي الصفاقسي وحظ اوفر المستقبل الرياضي بالمرسى اللي تربطنا بهم علاقات كبيره وخيان، وزيد معناها الناس المرسى معروفين بالروح الرياضيه وكل شيء، ان شاء الله يعملوا ان سيزون اكسبسيونيل، وان شاء الله علاش لا يعملوا طلوع نتاعهم. معاوي كيف شفت الماتش؟ الحقيقه كما كان متوقع، الحاجه الوحيده اللي لاحظتها انا اللي مستقبل رياضي بالمرسى دخل في الطرح ديريكت، لكن ما نجحش في الخطه اللي عملها هذه، معناتها البدايه باش نقولها، خاطر في وقت ما كنت تذكر المنتخب التونسي ضد مالي خير جلال القادري وقتها انه باش يلعب الدفاع، نجح تعدينا الكاس العالم، نقولوا له كان مبروك. بالنسبه لمقابله البارح، النادي الرياضي الصفاقسي قام اللي لازم يعملوا، سجل هدف بكري، بعد معناتها كيف داهم بهدف ثاني، جاتنا فرص باش نزيدوا نسجلوا لكن الله غالب. مستقبل المرسى الحقيقه مردود طيب ومبروك عليهم، زاد معناتها الوصول للنهائي حاجه معناتها تشرف، لكن الضغط حتى اللي صار في الشوط الثاني الحقيقه معناتها ما غير نجاعه، نادي الصفاقسي عمل اللي عليه من الشوط الاول وتمكنا معناتها من حمل اللقب عن جدار. عبد الكريم، اول حاجه هنيئا للنادي الصفاقسي بحرزوا على الكاس، ثاني حاجه زاد هنيئا لمستقبل المرزة وصوله للنهائي. بالنسبه لي انا المستقبل المرزة كان ينجم يكون احسن من هكاكا، مقابله نهائي ما شفناش مستوى كبير حق، معناها كي تجي تشوف
تنجم تلقى الاسباب في معناها السي اس اس، تشوف النومبر دي جوار اللي يخرجوا منها ويكيب جون وبين الدمي فينال وفينال زي تلقى اترونجي ما يلعبوش. معناها نتصور كريم دلهم لقى قعد في حيره، مش لقى ليكيب وقال لي كليبر تاع ليكيب. بالنسبه لمستقبل رضي مرسى بدا المقابله به وضغط عالي، وذاك اللي صار له فيه مشاكل فهمتني، وصرتو في السربلون التكتيك. انا ريت اللي المرسى اللي المرسى خذيت معناها لعبت بجرأة كبيرة، وفي النهائيات هذو ما تنجمش تكون بك الجرأة هذيك الحق. النادي الصفاقسي كان واقع الحق، عمل بلوك ميديوم بارفوا با ولعب على امكانياته، خاطر يعرف عنده جوهرات جون وكيب جديدة. المرسى تحسها في الدخل تفك اللي فوريك، وكان معناها داخلين في الربح خارجين من الخسارة بكل والاجواء اللي صارت، وتحسك اللي كان وصلنا للفينال كانوا انجاز فهمتني. وقت اللي هي السبري هذيك انا ما تنجمش تكون تلعب في نهائي انت تقول ندخل في الربح خارج من خسارة، انت ثم تيتر اون جو مش تخسر تيتر انت فهمت. ما كنت نتصور انا لافينير، علاش قلت لك كنت نعرف خاطر شنو الجمعيه عندها ثوابت خاطر من عمناول وعندها طريقه نتاع لعب من عمناول، وزيد بين ديمي فينال وفينال. في الديمي فينال ضد بنكردان تلعب 3-4-3، تجي في الفينال تلعب 3-5-2، معناها في جمعه مش تبدل انت طريقه نتاع وسيستيم دو جو مع ايكيب جون مع ايكيب ثم فيها سته جوارات ما لعبوش حتى في البي فهمت. ومع معناها ما تنجمش تكون حاضر، وديجا معناها تشوف ليكيب نتاعك انت مش تضغط بها، تشوف انت على التروا ديفونسور نتاع لافينير عندهم لونتور عندهم لونتور ما تنجمش تبريسي بهم، تنجم تلعب بهم عالي فهمت. بون ستان شوا نتاع اونترنور كان يحب يفاجئ، حب يعمل كيما عمل ضد بنكردين، حب يفاجئ معناها السي اس اس ومن بعد يطيح البلوك ممكن ما نجحش فيها، هذيك تكلفت له غاليه. حاجه ثانيه اللي انا ما فهمتهاش، انا بعد جيست بعد بونتو بالضبط تخرج الجوار اللي غلط وترجع تلعب باكات فهمت، وقتها تزيد تقبل الثاني، وقتها تقبلت الثاني سي الماتش وفيها لغتنا احنا تقرطس الماتش ديفيسيل فينال 2-0. تلوم المدرب في بعض الاختيارات اللي عملهم؟ انا كفني ما نجمش نلوم مدرب، ما نجمش نلوم فني، انا نحلل في اللي ريته. هذاك الشوا نتاعو كل مدرب هذاك حر في اختياراته، كل ما تنجمش تقول الشوا تاع مدرب غلط والشوا هذا صحيح، كان بعد الماتش وبعد النتيجه مش نجم تحكي عليه شيء هذا فهمت كيف. اللي ريتو انا واللي كذا ينجم يكون الاختيارات هذيك القرارات هذيك كلفت غاليه لافينير وكاو فهمتني. باهي انت كنت المدرب السابق، هل تمنيت تكون تكمل المسيره؟ والله تمنيت مش احنا ذا بيا يلعب فينال ما نكذبش عليك، ما تمنيت مش لافينير باش تمشي باش تهز الكوب، تمنيت لافينير مش توري وجه خير من هكاك، خاطر نعرف كنا النجم وكان بالامكان احسن مما كان الحق، كان النجم يكون معناها كنا نجمو حتى كان مش نخسروا السي اس اس كنا نجمو معناها نخلقوا لها برشا مشاكل السي اس اس نخلقوا لها برشا مشاكل. علاش قلت لك انا؟ قلت لك ثم السي اس اس كان ربحت الفينال نتاعها خاطر لعبت بواقعيه، ما لعبتش كاسم سي اس اس ضد المرسى اللي طالعه من السي، اعطات حق الجمعيه واحترمت المنافس وحضرت ماتشوها مليح واضح، وهذاك اللي عمل الفارق. المرسى قلت لك دخل في كلي فوريك ونجم نهزوه وانا خلطنا وكان وخسرنا فهمت، معناها ما تنجمش كي تخمم هكاك ما تنجمش تكون 100%. بالك شي مدرب جديد ما عندوش فكره كبيره على المجموعه اللي عند المرسى، مثلا صارت باساسيون بينك وبينه وحكيتوا شويه ولا لا؟ لا لا اتصلنا بعضنا وقت اللي مشي مسك الفريق، قلت له ربي يعينك وبون شونس. الاسباب نتاع الخروج شنو هي بالضبط؟ والله اسباب كنا تو نحكي فيها مع كريم ومع معاويه، اسباب هي الدخول معناها في شؤون المدرب في شؤون الفنيه اللي انا واحد من الناس ما نعديهاش على 10 مدربين ممكن زوز ياخذوا القرار نتاعي وممكن واحد منهم يرجع يراني وواحد ما يرجعش فهمت. الاختيارات قلت لك صار تشكيل في فتره تاع ترانزيسيون برمجوا ماتش اميكال وصحوا الملاعب، انا في ما قلت لهم صحوا له ما حكيناش فيه مش صح فهمت، رفض قلت له انا مدرب يحترم روحه ما نجمش نعديهم لشيء هذا، كيفاش جمعيه في نجيب جوارات من بحر باش تلعب ماتش اميكال، وكيفاش انا كمدرب نرضى بمسؤول يصح الملاعب انا في باليش بيه ما نسمعش بيه، وقت اللي انا عملناه كل شيء عملته انا ركريتي الجوارات
يعني معناها اموري فنيه انا نتحمل الشوار نتاعي نتحمل مسؤوليتي فيها فهمت هكا وسنين هذا من هيئه من رئيس شكون بالضبط؟ والله شو نقول لك؟ الواحد الهيئه هكا مادام جمعيه اي مسؤول في الجمعيه يمثل الجمعيه كسوا رئيس ورئيس رئيس فرع ولا ديليجي هذا يمثل الجمعيه وانا مانيش نتعامل مع رئيس ولا نتعامل مع رئيس فرع نتعامل مع جمعيه نتعامل مع جمعيه بصح مع جمعيه مش بصح مع رئيس فرع ومع رئيس جمعيه كان كنت انت لازم تكون النتيجه مخير للقناويه والله سواء في الدومي اللي ترشح سفيان الحجوسي يعتبر انجاز انه فاز على بن قردين فريق من السي يفوز على فريق من البي والا حتى في الفينال اللي خسر فيه مع السي اس اس انا ناكد لك نجم نكونوا خير كنت لازم تكون نجم نكونوا خير ونجم نكونوا انجع من هكاك نربح ونخسر الكره فيها الربح والخساره اما ناكد لك نجم نكونوا خير من هكاك كريم نحكي شويه عن نادي صفاق سي فهلي نجم نقولوا في ظل الظروف اللي صارت فيه المقابله خاصه الغيابات نتاع اللاعبين الاجانب الافكتيف الضعيف خلينا نقولوا نتاع السي اس اس منع انتدابات نجم نقولوا كريم دلهوم مكسب الرهان والا كومام فريق مدام الديفيزيون 3 المارس ما نجموش اسلام تو دابا ما نجموش نقولوا ليفيكتيف ضعيف نقولوا اني باريش خاطر في ظل الناس اللي خرجت شنو الفرق؟ مش ضعيف ماهوش معناه خاطر كي يقولوا ضعيف معناه ما عندهمش مستوى لا ما قلتش ما عندهمش مستوى اما بالمقارنه تعمل كومباريزون مع الملاعبيه اللي تعدوا على السي اس اس مع عاش اسماء كبيره لعبوا السي اس اس مش اول حتى كي يصير تشبيب كريم مش بالطريقه هذه معناها تدخل في سواء في الكليوب وفي السي اس اس كل كيف كيف تو ليتوال كيف كيف نفس السيتياسيون حتى يصير تشبيب تدخل زوز ثلاثه يبدا فما دي كادر هذوما تقريبا ملاعبين الكل صغار معناها هذاك هو الميريت نتاع الشخصية والهوية نتاع فريق كبير ظاهر اللي السونتر دو فورماسيون نتاع سي اس اس ماهوش باش يوقف على اسماء ولا على لاعبين تدخل تخرج كل نادي كبير يخرجوا منه الملاعبية لازم ديما تلقى سوليسيون اليوم في سي اس اس في السونتر دو فورماسيون بالمناسبة لازمنا نهنيو المدربين الكل نتاع الاصناف الشابة مديرين فنيين على الكاليتي اللي موجودة اليوم راهو نادي صفاقسي الباساج نتاعو نتاع السنة نتاع الكوب اني با فاسير كل لعب الاكستيريور مع رجيش مع متلوي في متلوي مع رجيش في رجيش مع تطاوين معناها باركور مع الكلوب افريكان في الدومي فينال في السيتياسيون كيما قلت انت حتى التيراج في الفينال جا سي اس اس لبرا معناها تستقبل معناها بالحق معناها اليوم لازمنا نشكروا الناس الكل وخاين الكل المنهني وزاد كريم دالهوم ولا طارق سالم وشاكر برقاوي زاد حتى ستاف تكنيك 100% معناها ولاد جمعيه وصغار في السن وتجربه معناها مش كبيره برشا لكن مروا الميريت نتاعهم زاد وجود دي جوار كلي اليوم في المجموعه كيما هادي قعلول شادي همامي ايمن دحمان كيفاش يستقبلوا الوليدات هذوما ويدخلوهم في الجو معناها راهو ساتيسفاكسيون ليهم زاد ترجع لهم خاطر نعرف الاجواء اليوم في سي اس اس وتعرف وقت اللي الماده تقل تكثر المشاكل تكثر المشاكل اليوم نادي صفاقسي اون ديري ما فماش مشاكل كي تشوف 120 دقيقه كونتر كلوب افريكان واقعيه مدرب وستاف تكنيك وملاعبي عارفوا يتعاملوا مع المقابله قدام جمهور كبير كما جمهور النادي الافريقي وليدات صغار في الفينال يلعبوا ضد 25 و 30 الف متفرج بعض منه اول مره يدخل استاد حمد العقربي معناه حضر النادي صفاقسي المقابله حضر مليح المقابله وكما قال عبد الكريم قال النادي الصفاقسي ما شافش روحه الفريق الكبير عطاء قدر المستقبل الرياضي بالمرسى ولعب بواقعيه وظاهر من 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 الديبلاسمون نتاع الملاعبيه من اللي كيفاش تشوطوا البالاريتي كيفاش الماركاج شكون يوقف لهنا شكون يوقف لهنا ظاهر كريم دانهوم مصطفى حضر الفريق هذا كما العاده النادي الصفاقسي معناها توا في السنين الاخرى ثلاثه كؤوس معناها حتى في الباركور نتاع المشاكل نتاع الانترديكسيون نتاع الفيفا نتاع قله معناها الكاليتي الكبيره وتعرف زاد الفينال ماهوش سهل وقت اللي تجي جمعه فينال تلقى 3 ولا 5 ترونجي ما يلعبوش وانت ما عندكش معناه كيما نقولوا الفريق ما عندوش برشا ملاعبيه يخرجوا منه في الصيف 7 8 ملاعبيه
كما حرزي، كما بن علي، كما دقدوق، كما غيث المعروفي، كما شواط، كما القروي، معناها وبعد تلقى الفريق في النهائي يعمل ساتيسفاكسيون قدام الكلوب وقدام المرسى. لازمنا نعطيو حق الناس. سي سي ديما ايغال لوي ميم، نادي صفاق سي فريق كبير حتى وقت الازمه الماليه، وقت اللي ثم مشاكل كبار سي سي ديما عنده لي زومبرانت نتاعو. نرجع ونقول ديما هذا عمل جماعي نتاع الناس الكل، الناس اللي خدمت قبل والناس اللي توا قاعده موجوده. فما ستابيليتي في ظل وجود مشاكل كبيره. نادي صفاقسي ديما يقال لوي ميم. نادي صفاقسي بلا سامحني خويا سليم، خلينا نفك الكلمه. باش نعطيك جوست صديقنا باش يتابعوا فينا من صفاقس احمد الخضر يسلم عليكم كريم ويسلم عليك ويقول لك زوز هذوما بسدهم في الجمعيه. ميساج بتاع وصلت. ربي يفضلك. انا حبيت نقول اللي الحقيقه النادي الصفاقسي معناتها اكد اللي كي تبدا المجموعه طيبه، كي يبدا ثم جو ممتاز تنجم تعمل العجب سواء صغار. سامحني في كرة القدم توا راهو 18 و19 و20 ما عادش صغير، يبدا عنده بعد كان جينا نحكيو كرة تويك ما عادش صغير. احنا صحيح نشكرهم كما قال كريم اول مرة ثم ملعبية اول مرة تلعب معناتها في رادس كما قلت انت ما عندهمش خبرة كبيرة، لكن النادي الصفاقسي اكد اللي حتى العناصر اللي خرجت من النادي راهو مش معناتها ما وقفتش عليها. كي تبدا ثم خدمه وكي بتحترم المنافس وكي تكون الاجواء طيبه فلنا نعجب. تفضل. تقول ما وقفتش عليهم. يعني. بس ما يبداش البلاتو ماشي في اتجاه واحد، حاب نعمل شويه معادله خاطر كمان السي اس اس اوكي ربحت ماتش كبير ضد الكلوب، اما باش الكوب هذايا ما يغلطش الحق. سي اس اس الموسم هذا مازال صعيب. احنا ما قلناش اللي صحيح عملنا ثم في رق قبلنا، والله اخوي عبد الكريم احنا نتبع ونشوفوا اللي من بعد متهز كل لقب بتولي تقول لك احنا صحيح وما عادش باش ينجمونا واحنا لا احنا ما قلناش هكايه. احنا نعرفوا اللي باش تجينا صعوبات باش ان شاء الله نتمكنوا معناتها من نخلصوا الخطايا نتاعنا ونتمكنوا من الانتدابات، خاطر يلزمنا عناصر اخرى تزيد الدعم المجموعه. وكيف كيف قلتها في وقت سابق اللي زاد هذوما يلزم نعطيهم فرصتهم كمرجال الحقيقه، يلزمنا نخليو لهم يلعبوا. حبيت نوصل ميساج اللي للاولاد هذوما اللي راكم 18 و19 و17 سي بون راكم رجال تويك وتستحقوا معناتها كي تقمصتوا زي النادي هذا الصفاقسي هذاك راهو عن جداره. صحيح الظروف حكمت لكن يلزمكم تستغلوا الفرصه، ما تجيكمش برشا مرات الفرصه هذه. كيف كيف ومستقبل المرسى نتصور اللي المقابلة الودية اللي قمنا معناتها معاها كانت في فايدة النادي الصفاقسي. صحيح. كريم بلو ربحت في المرسى. في المرسى زوز بلاش. احنا رجعنا في ماتش صحيح فهمتني اوفيسيال ماهوش وفينال وكل شيء. ايش حبيت نقول؟ كريم ما عرفش كيش يلعب. كريم حب يشوف المرسى. قرا اللاعب كريم ذكي برشا. انا كان باش نحكي لك حاجه كريم انت عبد الكريم خويا نفهم كوره وحتى الساده المستمعين. كريم دلوم خذا ورقه صفر البارح في وقتها احسن حاجه صارت في الشوط الثاني الصفر نتاع كريم دلوم نتاع ذكاء استفز الاربيتر معناتها حب يطيح اللعبه خاطر مستقبل المرسى صحيح ضغطت وكره على القائم وكذا. دحمان ما شاء الله عليه معناتها اثبت كل يوم قاعد يثبت اللي هو الحارس رقم واحد ديجا معناتها ما نعرفش يعني ثم اخطاء تصير من حراس المرمى اخرته امس ولا اليوم في ماتش ودي معناتها دحمان حتى ما تلقاه ديما حاضر وديما موجود واثبت اللي هو حارس رقم واحد. لكن دلوم زاد كان ذكي كان عايش اللحظه. احنا في فينال 2006 نعاودها معناتها ساي هزيناه اللقب نتاع الشامبيونز ليج كان عملوا كيما عمل كريم دلوم توا رمزوا اللقب كريم للدقيقه 90 ومازال خايف وقتها الديتاي صغيره حكمت فيها حتى ظهر لي مراد بحجوب عطاه اف بي وقتها ظهر لي في الشونجمون كريم انت وقتها سي غازي الغراري ربي ما حبش الشونجمون حتى لا سي غازي الغراري قال معناتها ما حبش بالحق معناتها هذايا لا علينا هذاك ماضي وتعدى ان شاء الله في جديد الندر هذا الصفاقسي ان شاء الله باش نتمكنوا اللي معناتها نوصلوا ريت اسلام المهم بالحق معناتها راهو اكزامبل عطات ماتشواتنا الكل صعاب
مستقبل مرسى يقولوا لي معناتها الرابطه الثالثه ما ثماش مستقبل مرسى عنده تاريخ وعنده معناتها تراديسيون تاع كل كله ماتشات وكل صعب الكل صعب وبالعكس ماتش المرسى هو اللي يكون اصعب ماتش بالطبيعه اصعب ماتش لو انت كي تبدا في وسط الملعب ثم عباد معناتها الحقيقه تبدا تحكي لنا وارقام وكذا ومنه قلت لك بكريكه كي نبدا رابح كي نبدا رابح على التره نحس ونحس الوقت مزيان معناتها طويل والعكس مستقبل مرسى قاعد يلعب وقاعد يشوف الوقت قاعد معناتها ثم حقيقه في معناتها في حقائق في الملعب يلزم معناتها فهمت الناس تفهمها مبروك مره اخرى للنادي الرياضي الصفاقسي يعطيها الصحه مستقبل مرسى لكن ثم راي المرسى كما قال خويا عبد الكريم كانت تنجم تعمل مقابله افضل من هكاك المرسى المرسى انا نحترمها وجمعيه لعبت فيها جمعيه النادي الرياضي الصفاقسي تو باش نكون معها تو راك ماكش كل يوم تلعب فينال والمنافس نتاعك النادي الرياضي الصفاقسي راك لازم النادي الصفاقسي يحترمك اوكي عندك معناتها انت حبيت معناتها تعمل اوكي تطلع لكن كيما قلت انت عندك العناصر اللي باش تخدم بها من الخطه اللي معناتها برج بصراحه الدفاع نتاع المرسى حتى من وزن نحترمه معناتها حتى الوزن نتاعك زايد ما تنجمش يلزمك كي تعمل الخطه يلزمك عارف شنو هي انا نشوف اللي المستقبل المرسى كان لعب الكرة عادية اللي عملته صفاقس حقا اللي عملته المرسى ما عاد صفاقس كانت بصراحة هذيش هذيش حبيت نقول نحن نلوموا ساعات بعض الفرق اللي تتوخى جانب مفرط في الدفاع معناها لكن خلينا نقولوا المرسى معناتها كانت عندها الجرأة وحبت توري كرة وتلعب وكما قال معناتها ماهيش حاجة خايبة ولا أنا نحترم المرسى لكن باش نقول كلمة هاجم خويا وأنا نهز الكوب شنو هي معناتها بصراحة هذه 60 فينال لازمك في الفينال راهو فما حاجة راهو اللي يعمل اون تايم باهية سيرتو في ال 15 مينيت الأول هذاك هو باش يعمل ساتيسفاكسيون في وسط الماتش إذا ضيعت الاون تايم باش يهرب عليك الفينال ماهوش ماتش عادي سلام هذا فينال فما تيتر ارون بورتي معناها لازمك تبدا مليح باش سي اس اس عمل 15 20 مينوت مستوى عالي الوليد حاج حسن استغل السرعه نتاعو وعمل الفارق دور بريز هو اللي عطاه حتى الهدف الثاني لعب بذكاء نادي صفاقس يلعب بذكاء وكما قلت لك معناها دي ديتاي صغار يحكموا في الفينال اذا انت باش تلعب الفوق ضد السي اس اس من اول الماتش وتحب تصنع اللعب السي اس اس معناها في السنين الاخرى هز ثلاثه تيتروات معناها حتى في ظل مشاكل معناها قاعد يهز في الالقاب هذاك علاش انا قلت معناها حتى في تحليلي المقابله قلت اللي المستقبل مرسى رغم انه حاول يرجع في الدوزيميتون لكن سي ترو تار سي ترو تار وقت اللي انت عندك لي كاليتي نتاع ديفونسيرات سي اس اس اليوم نصراوي وعلي غرام والوليد غربال معناها جوارات جون عندهم ان شاء الله مستقبل باهي ديزانترناسيونو واقفين وراهم جارديان معناها رقم واحد اليوم في تونس ما تصورش اللي باش تلقى فراغات كبير حتى المشاكل اللي خلقتهم المرسى في حتى باش نحكيو فنيا الفرص اللي خلقتهم عن طريق تسديدات ولا بالاريتي ما نجموش يدخلوا سور لي كوتي ولا من لاك سونترال المشاكل الفرص فما حاجه نتناقشوا مع بعضنا اللي ثم عباد معناتها يلزمنا نحكي العباد تفهم اللي قالت المرسى الشوط الثاني معناتها تبارك الله عليها وضغطت راه ما عندكش حل اخر انت خاسر زوز بلاش معناتها انت خاسر زوز شنو باش تعمل معناتها في فينال باش تطلع النادي الصفاقسي اش عمل كيركس معناتها بثقة في النفس قبل الضغط معناتها وكنا نجم نسجلوا راهو جاتنا فرص وضيعناهم هي راهي الكورة بالنسبة لي أنا تحب الواقعيه وتحب التواضع يلزمك تعرف شو عندك وش ما والوضوح بالطبيعه لازم تعرف شو عندك شو ما عندكش لازم كيما تعرف نقاط ضعف ونقاط قوه الادفرسير لازم تعرف زاد نقاط ضعفك ونقاط قوتك خاطر انا عش قلت لك ثم المرسى حطت روحها في وضعيات في نقاط ضعف نتاعها المرسى عملت مشاكل للروح ثم كيما قلت لك الدفاع تاع المرسى ضعيفه في الميتريز دو بروفوندور ما تنجمش الدفاع تاع المرسى سي نورمال دي جون دي جون تقريبا كان خطا فردي معناتها المدافع هو اللي خرج صحيح حازم الاسراس مو انت تلعب هذيك كيب جون
تحطهم في وضعيات صعيبه مش يغلطوا لك. كي تحطه انت باش يدافع في ظهره 30 40 متر مش من نجم ما لي التور اللي عنده مع الان كنت راه ما انت تحط تروحك في مشاكل اخرى. احنا في ضد بنقردان باش ما قبلناش حتى كي وخرنا بنقردان وماكينة واحد باش ما قبلناش وما خلقتش فرص واضحه بالرغم باه ضربوا زوز كره في البار بنقردان بالكثافه لعبنا طيحنا البلوك وخمسه واربعه قدامهم فهمت وبقل الفرصه تجيب بنقردان فهمت. قلت لك جوارات على فينير معناها جوارات عنده بديكاليتي مستقبلهم خير من حاضرهم هذا اكيد. قاعدة ثم مارش بروغريسيون كبيرة كسوا في ياسين الورسي لاكسيال كسوا في عثمان القروي لاكسيال جوش كسوا في اشرف الغريسي كسوا في عمر الترايدي هذوما سميتهم لك الاربعة ثلاثة منهم توا الاسبوع هذا عيطوا لهم ايكيب ناسيونال مش بالساهل مش من فراغ ايكيب سي طالع البي منها يعيطوا لثلاثة منها ايكيب ناسيونال معناها ثم برودي باهي في المرس ثم جيل باهي في المرس قاعد يخدم وقاعد يتطور وان شاء الله ذوك مش يكونوا عماد نتاع الجمعيه في المستقبل. ان شاء الله نشوفوها في فهمت؟ اما ان شاء الله نقول لك انا مستقبلها خير من الحاضر المستقبل. بسرعه خاطر عندنا اخبار. الله يبارك. الحاجه الايجابيه في النادي هذا الشخصي اللي ريت البلايص غاليين تو حازم حاجه حسن استغل الفرصه. باش نحكيو عليك. باش نحكيو على حازم بعد الاخبار سهيله في الاخبار وبعد راجعين مكملين حتى